أوه. أنا غلطان إني عايز أفتكرك. Calm down. انتوا مين؟ احنا اللي مين يا حرامي؟ نو انا مش حرامي، انا مصري. ويعني مصري واحنا واخدينك اسير؟ انت حرامي. نو انا مش حرامي، انا مصري. يا شيخ اتقي والله، حتى في رمضان بتسرقوا. هاي شيت. ولا تعال هنا لا يسرقك. نو انا مش سريع، انا مصري. انا مصري العربي. انت سعيد دكك. الله سعيد، انت بتصاحب حراميه؟ استني بس يا بابا، ده مصري العربي. يس. وحشني يا مصري. ثانك يو. اوكي بلاش بوس. شت، ازاي راجل غريب يعني ينام معايا في نفس البيت؟ لكن احنا كده والاسم متجوزين وبشوفك بالصدفة. امال لما نبقى زحمة بقى هنعمل ايه؟ وانا مالي؟ هو انا اللي عزمته ولا انت عايز تتخانق وخلاص؟ اتخانق وخلاص؟ انت شايف امك بتعمل ايه؟ امك دلوقتي بقت امك. امال يا خالتي راحت فين؟ منصف. ايوه خالتي. في حاجة يا منصف؟ لا يا حبيبتي، سلامتك. الله يسلمك. هاي، شفت الفانوس بتاعي؟ ده فانوس ايه ده؟ ده فانوس رمضان. ومين ده بقى؟ رمضان؟ رمضان يا عم، ده كرومبو. كرومبو؟ شبه كرومبو. لا بس خدوده. وانت اسمك ايه بقى؟ حماسة. حماسة؟ وعندك كام سنة يا حماسة؟ سكس. نو سكس. نو سكس. نو سكس. سكس. نو سكس. لصمت الباب مؤقتا. اوكي. نسيت اعرفك بالاسره الكريمه، ده بقى عبد المنصف. هاي. اهلا. نايس. ودي بقى اختي ابتسام. هلو. هاي. ايه ده؟ ايه يا عم؟ انت هتعمل ايه؟ ابوسها؟ تبوسها؟ ده انا جوزها ومش عارف ابوسها. اوكي، احضنها يعني من غير ما ابوسها؟ يا عم لا تحضن ولا تبوس، ده ايه الليله السوداء دي؟ ما تشوف صاحبك ده يا عم سعيد. عايز تبوس مراتي ده كمان. يا عم مصر، احنا هنا مش في امريكا، هنا مفيش الحاجات دي. وات؟ مفيش هنا احضان ولا بوس؟ لا طبعا. انتوا ازاي عايشين كده؟ نسيت اعرفك بقى بالليندا الصغيره، نوسة اختي. من بعيد ولا بتتباس؟ بتتباس. اوكي. هاي انت بس هنا اللي بتتباس سعيد. خد يا ابتسام حته اللحمه دي. لا يا ماما انا مش عايزه. لا خلاص، اصلا زهقت من اكل اللحمه، انا هاكل لقمه بملوخيه. خد يا ماما حط لي شويه رز. حاضر يا حبيبي. كمل يا مصر كمل. اوكي انا مش عندي معلقه، بس ممكن معلقه؟ اتفضل. ثانك يو. بس يا سيدي، وبعد بقى ايه المظاهره ما خلصت، بفتح عيني كده لقيت نفسي مش شايف غير نقط سودا بس. انت ان شاء الله ناوي تقعد هنا لغايه امتى؟ ممكن اجوس؟ يعني اول ما انظف الشقه بتاعتي هامشي على طول. لا قصده هنا في مصر. اوكي ثانك يو. والله سعيد انا كنت عايز اقعد على طول، بس طبعا بعد اللي حصل معايا ده انا هعمل الشغل بتاعي وارجع امريكا تاني. ده قرار صح جدا على فكره. يا صحيح، انتوا عايزين مني كام فلوس؟ اخص عليك يا مصري، عايز تدفع تمن قعدتك معانا؟ يس نعم، مش باكل وهاكل وهشرب وهنام. يعني انا لو جيت لك امريكا هتدفعني تمن قعدتي؟ اكيد. طب يا سيدي خلاص، مش هناخد منك فلوس، وانا لما اجي لك امريكا ما تدفعنيش. ماشي؟ لو انا قاعد. ناوليني يا ابتسام طبق البسبوسه. كل يا مصر. اوكي. خد يا حماصه طبق البسبوسه ده تنزل لام عبير، بس اوعى تدب صباعك فيه، وبعدين تعالى كمل اكل. ياه. واو، ايه ده؟ مش ده الشخاف؟ اسمه خشاف، ده من خشاف ولا من ديري؟ ممكن اخد منه؟ لا طبعا، خده كله، بس بعد اللي قلته ده حد هيمد ايده عليه. اوكي، بعد الملوخيه بقى. بعد الملوخيه. ماشي.
انت السميده حلوه قوي قوي الملوخيه دي. ده انا اللي قطفتها وانا اللي خرطتها وانا بقى اللي شهقت عليها. ايوه مين بقى اللي عملها؟ جبنا نست ولا بيت؟ الاثنين يا حبيبي. مع السلامه. مع السلامه. خد يا مصر. يمكن تحتاج حاجه. ثانك يو. انا فعلا مش معايا فلوس. اول ما يبقى معايا فلوس هرجعهم لك على طول. ترجعهم لي ده ايه؟ ده انت زي سعيد ابني. هو سعيد مش بيرجع في الفلوس؟ ربنا يرزقك ويرزقه. اوكي. مع السلامه. ثانك يو. سي يا. صباح الفل يا سعيد. صباح الفل يا سمعه. اتفضل. هو سعيد اتفضل فين؟ احنا متاخرين. يا عم يا كلام كده وخلاص. عزومه في المراكبيه يعني. اوكي. ايه ده مش دي السكودر بتاعت باباك سعيد؟ هي. هو مات وهي لسه عايشه. اوكي. صباح الفل يا سعيد. صباح الفل يا ام فاروق. والنبي عايزك تجي تغير لي الانبوبه يا سعيد. عينيا الاثنين. تسلم عينيك يا رب يخليك ويكفيك شر المرض يا رب. ايه سعيد ماتت هي كمان ولا ايه؟ صباح الخير يا سعيد. صباح الفل يا عم سعيد. اتفضل. بس سعيد مش فاضي فانا قلت اقول بداله اتفضل. امسك كده. ايه ده؟ انت ايه حاطط فيها المدرسه؟ امسك يا سعيد. هات. ايه ده ايه ده ايه ده يا سعيد؟ ايه ده بتعمل ايه؟ ده الكتاوت. كتاوت؟ تقصد الكتاوت. كده بالطوبه سعيد؟ يا عم ماشي بالبركه. ازاي بتعمل كده؟ دي مستحيل تشتغل، انت اكيد بوظتها يا سعيد. نو واي تشتغل. اشتغلت. واو ازاي كده؟ اجري يا عبيد اجري عشان الحق سعيد. سعيد سعيد استنى. كويس اني لحقتك. خد عبير معاك عشان الكراس المدرسه فاتها. ها عشت يا اخويا. خلي بالك منها واكلها. انا الاثنين يا ام عبير. ايه ده ايه ده سعيد؟ الكلام ده حقيقي ولا عزومه في المراكبيه؟ عزومه مراكبيه يا عم. مربت ركبت اهو. طب انا اركب فين؟ يا عم بسمه هنا بكافي 100. اركب وسعت لك اهو. بس كده قال لي اجري يعني مش قانوني كده سعيد. يا عم خليها على الله. حماسه امسك كويس. ها امسك كويس لحسن تقع. حماسه. شفت كان عندي حاله لما قلت لك خد بالك هتقع. السفير بعت للجهات الامريكيه هناك. مظبوط. اعتقد ان الموضوع هيتاخر شويه. شيت. المشكله ان حضرتك خرجت من امريكا بالباسبور المصري من غير ما تثبت فيه الجنسيه الامريكيه، فبالنسبه لهم حضرتك ما خرجتش من امريكا ولسه هناك. والله انا لسه هناك فعلا. طب وانا عايز ارجع ليه لما انا لسه هناك؟ انت عارف الموقف بعد احداث 11 سبتمبر وخصوصا انك من اصل عربي. عموما سيب رقم تليفون نقدر نوصل لك عليه. اوكي. 012 ايه؟ مصري. عملت ايه؟ قالوا لي هنبقى نتصل بيك. طب ايدك معايا ايدك معايا. هو صحيح اللي بيترفضوا في السفاره دول ناس زباله؟ طبعا مفيش حاجه اسمها ناس زباله يا سعيد. امريكا مش بتفكر كده، دي حجه بس بيطلعها الناس اللي هم بيترفضوا. اصلي اترفضت ثلاث مرات قبل كده. عشان انت زباله يا سعيد. انت ازاي تعمل كده في الشارع؟ معلش اصلي كنت محصور ومفيش حمامات في الشارع. دي حجة بيطلعها الناس الزبالة اللي زيك. ازاي تعمل كده في الشارع؟ Are you crazy؟ معلش يا مصر معلش. ازاي كده؟ أنا فعلا مش مصدق مش مصدق. ركب ركب ركب. أوه شيت ويت. إيه ده؟ إيه ده ليه بيشخبط في الباب بتاعنا ده؟ ده النجار النجار. أوكي النجار هنا عندكم شخبط عادي؟ أوكي يشخبط هنا شوية. واو This is amazing! بسم الله عليك! I'm fine, I'm fine. ايه ده؟ ليه عملتوا كده؟ ده طلع منها كمية تراب رهيبة. انت مين؟ انا نوسة. وايه كده ليه عجزتي نوسة؟ خدي ام سعيد اديها بدي كده ممكن ترجع شباب تاني. ايه ده؟ كده لبختوا الارض؟ اتفضلوا هبونا عشان نقدر نخلص قبل الفطار. يلا اتفضل. ايه ده؟ لحم وفراخ وحمام؟ ايه ده كله صحيح؟ هو احنا مش هنفطر بكره ولا ايه؟ مش عندنا ضيف. وبعدين هو فين؟ ده المغرب قدك. مش ده المغرب ده انا سامعه. عنج عنج عنج. ايه يا ابني اللي تعامله في نفسك ده؟ روح البس حاجه احسن تاخد برد. برد؟ هو اللي همك انه ياخد برد؟ روح البس حاجه قبل منصف ما يخرج من الحمام. اوه منصف ده انا نسيت.
اتحجبت زي ما انت قلت لي اهو. ها المهم يبقى عن اقتناع الشومين وتخلعه. مبروك. أول سلم بقى. ماما بعسلكوا الطبق ده. يوه عزيت من الطبق ده. اه صحيح، مش الطبق ده كان برضو المرة اللي فاتت كان هنا ونزل تحت باين صح؟ الطبق ده طالع نازل من أول رمضان لغاية ما نسينا هو طبق مين. طب ممكن واحدة؟ لا لا تسد نفسك، كل الحمامية دي الأول وبعدين هديك واحدة. أنا الحمد لله شفت يا أم سعيد، أنا حمام تحفة تحفة تحفة. أنا هقوم أغسل إيدي بقى. أنا جوعت تاني أصلي، الحمام بيجوع قوي. فيه في مجنون؟ لا لا هنجع تاني. الحمام بيجوع جدا قوي. أنت متأكد؟ أي خدمة يا سعادة الباشا؟ بأمان الله، بأمان الله. إيه ده؟ ما تقلقش، قلت لك كمبيوتر خمس دقايق وهنطير. تعال نشوف ده. اتفضل يا سعاده الباشا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اتفضل 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 يا باشا. قلت لك انا معايا الاستماره البطيئه بس انا مستعجل اوكي، وعايز اعمل الرقم الكمي ده. كمي كمي كمي. حاضر حاضر من عينيا يا باشا. ثانك يو. بس الورق ده مش كامل، هتكمله ولا هتشربنا شاي؟ اوكي اوكي نشرب شاي بس انا صايم، فانت عايز تشرب شاي اوكي. سعيد شوف هات له شاي. بس كم معلقه سكر؟ خمس معالق في 20. واو 100 معلقه ده ايه حصان؟ شاي يعني فلوس؟ رشوه يعني؟ رشا رشا رشا. اوكي اوكي فهمت فهمت. طيب يعني هنا كله بيدفع رشا ولا انا بس اللي هدفع؟ قصده يعني بما يرضي الله. أنا هنا بشتغل من الأول بما لا يرضي الله. أخلصك ولا تحب تقف في آخر الطابور بما يرضي الله؟ بكام رشا؟ 100 جنيه. فين بما يرضي الله؟ اتفضلي يا هاني. سلامنا للباشا. بأمان الله مع ألف سلامة. ايه العرق ده؟ بس لا بتمطر في اول الطابور. مطر المطر خير. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. يبقى عايزين بقى يا حبيبي شهاده الميلاد. متقلقش تخلص في خمس دقايق. سلمي على بابا وماما مع الف سلامه. خش بقى مصر. مش ممكن تعتبرني واحد من العيله دي. هات لي بقى شهاده الجيش. متقلقش يا مصري، خمس دقايق ونخلصه. الجيش الجيش. عايزين بقى من حضرتك اربع صور، اربعه في سته تكون ودانك الحلوه دول باينين فيهم. ها وانا اتصور فين بقى دلوقتي؟ عم هلال طبعا. بقولك اتصور مش اتطاهر. ما تقلقش هم ايه دي سعيد خدودك ليه بتهز كده؟ تخريم 10 دقايق كده. واو اوكي. تمام ام ريدي. عم هلال بليز وداني لازم تبان اوكي؟ اللي يعني انا لو هرتكب جريمه هرتكبها بوداني. اهم حاجه في الصوره انك تضحك. اضحك. استنى يا مصر انا عايز اخد صوره معاك. دي هيعوزوها في البطاقه؟ اتفضل. ادي اربع صور، اربعه في سته وداني مطرطره فيهم. عندنا بقى ضامن يا حبيبي. يلا. 9 8. واحده واحده يا مصر، ده انا مامضي ضامن ودي مسؤوليه كبيره. اوكي خلاص خلصت. هو 9 8. اوكي. ايه ده؟ ليه كده صورتك عامله كده في الرقم الكومي؟ ليه شكلك فظيع كده؟ ما صور بطايق المصريين كلها بالشكل ده، بس العسكري بياخد الصوره على سهوه. ليه هو عسكري واحد بيصور المصريين كلهم؟ شكلك فظيع بلاش حاجه. في حد دي بس صورته بشكل عامل كده؟ ايه ده؟ بلاش حاجه، حد يتصور كده بالشكل ده؟ فاضل حاجه واحده بس، المؤهل الدراسي. العجلة بتاعتي دي يا هورسيز، فين فين عجلتي دلوقتي؟
ها سعيد. اوه ايه سعيد الكتاوت برضك؟ طب اجيب لك طوبه. ها مش هتشتغل بالطوبه ده اصله المرش. طب اجيب لك زلطه. اسكت بقى يا مصري. ايه الاخبار يا سعيد؟ بس يلا منصف. منصف انا كنت عايز اقول لك حاجه. انا سمعتك انت وابتسام وانتوا بتتخانقوا اوكي، بعدين انا حاسس ان انت سابق مشكله اللي هي حقيقيه ومخلياك نيرفز وكده وبتتخانق على متاهات. متاهات؟ سوري اقصد تفاهات يعني. انا عارف كويس انت وابتسام عايزين يعني دايمين انتوا تلعبوا عريس وعروسه يعني مع بعض اوكي، انا فاهم تمام. فعشان كده انا لقيت حل اوكي، لقيت حل لانه انا عارف المكان فوق مش هينفع، ولو عملتوا كده مع بعض كلنا هنبقى عارفين طبعا. اوكي عشان كده انا لقيت حل. ايه رايك انت تاخد ابتسام وتسافروا، تروحوا باريس، تروحوا سبين، تروحوا هواي. انا فكرت في كده فعلا. ريل جود. هي امريكا علمتك الهبل والبجاحه. اي مان ما تركزش قوي كده صدقني، بس اسمع، مش احسن ما تستنى كل يوم اربع تتفرج عليها وهي بتمسح في الارض؟ مين اللي قالك الكلام ده؟ سعيد قال لي. سعيد يا ده قال لي القهوه كلها. قال لي القهوه؟ انا هو بهزر معاك. سعيد كده واحنا بنتكلم فوق قال لي يعني من غير ما يقصد. طب انا عايز اسال حضرتك سؤال من غير يعني من غير نرفزه وبهدوء شديد جدا يعني. انت مال امك؟ سوري انا مش فاهم الجمله بس ساوندز لايك شتيمه يعني. لا شتيمه، شتيمه لسه جايه. كلمه واحده كمان وهذكر الست الوالده بافظع الشتايم والاوصاف في امريكا وفي مصر. اوكي اوكي. طب ممكن توسع كده عشان اروح الشغل بقى؟ انت شغال هنا؟ انت اتحلفت علينا من اني داهيه. صباح الخير يا سعيد. لا بقى ابو عبير خدي حماصه في ايدك. تعالى يا حماصه اجري يلا. سلام اخويا. باي حماصه باي. طب كده يعني حماصه لا احد يوصله، احنا مين يوصلنا بقى؟ اتوبيس الشعب بقى. يلا بنت بقى. سعيد علي تذكرتني يا اسطى. خش يا نهار اسود. تعال خش واحمي ظهرك اوكي ويت. سوري بس مش عايز لأي حاجة أمسك فيها. إيه ده يا أستاذ ده؟ إيه يا أستاذ ده أنت؟ أنا بس لو أعرف ألف لك. أوعى تلف له ليبوسك في بقك، ده المتحرش رسم طلحته ده تقريبا. وات؟ نو نو نو. أيوه مصري. الحقوني مصري. انت كويس؟ ها انت سليم؟ ها استنى يا عم. انا ما تشرب ولا انت صايم؟ انا صايم. انت سليم؟ حرك ايدك. مش تنشف كده. ما انت اللي غلطان يا مصر، المفروض تنط مع اتجاه الاوتوبيس مش ضد اتجاه الاوتوبيس عشان قوه الدفع بتاعتك ما تبقاش خلاص يا سليم. ثانك يو فيري ماتش. ثانك يو فيري ماتش. يلا سمعوني. ثانك يو فيري. هي اكسكيوز مي، هي اسمها فيري ماتش مش فيري ماتش. انت مين حضرتك عشان تقتحم الكلاس؟ كلاس؟ او شيت. طيب خلينا بس في فيري الاول. انت مين؟ انا مصري. وعامل فيها فورنر ليه لما انت مصري؟ الفيري ماتش قال ثانك يو فيري ماتش. ثانك يو فيري ماتش. اجين لا انا جاي لك. لا انا عايز اعرف مين حضرتك وازاي تدخل عليا كده الكلاس. كيلاس ايه؟ مفيش حاجة اسمها كيلاس. كيلاس يعني ده كيلاس وده كيلاس وده كيلاس، دول كيلاسات. انت بتعملي غلط. لا صح. اوكي لو صح اتفضلي قولي كده. فايبريشن يعني هزاز يا ولد. طيب قولي بقى كده اخر حاجة يعني فايكنج ده انت فايكنج نص عمرك.
أبلة ميرفت ميسني فين بتقول لحضرتك وفي بروفة النهاردة؟ إيه التلوث اللي أنا سمعته ده؟ روحي يا وردة قولي لينفين أبلة ميرفت بتقول لي إنها في الإنجليش فولة استني يا وردة قولي كده very much very much. أنتي بتسقفي على إيه؟ أنتي نشرتي المرض كله في المدرسة إزاي تعملي كده في الكيدز؟ إزاي؟ ها؟ أنتوا تقابلتوا؟ مين دي؟ أنت تعرفها يا سعيد؟ ده مصر العربي، أنت مش فاكرها دي ميرفت؟ دي ميرفت؟ مش عايز أفتكرها، كفاية أنت فاكرها، أوكي؟ دي بتعلم الكيدز غلط يا سعيد. إزاي دي مدرسة بإنجليزي؟ هي دي اللي بتعلم حماسة أخوك؟ شوف كسد معاك إزاي؟ يا سيكس سيكس أنا رايح الحمام يا سعيد. الفستير مغلق عشان بيصلح. فظيع في الانجليزي فظيع. اوكي اوكي اوكي. ما تزعليش من مصري، اصله بيتكلم امريكاني ومالوش في الانجليزي. اه عشان كده attention. طب هو جاي اقامه ولا جاي في ستور؟ قلتي جاي ايه؟ قلتي نزل ايدك. قلتي يا انت الشاكت الشاكت شاكت ايه؟ طبي قلت نو ما تتكلميش خالص انجلش. قلتي انا جاي ليه؟ طبي هو سعيد. لا مش هسيبها سعيد مش هسيبها سعيد مصري. طبي انا جاي هنا ام فيستور. قالت صح فيستور انا سمعتها فيستور. انا جاي فيستور. انا انت قليل ادب. هو سعيد اتحنت هنا في المدرسه انا رايح حمام فيستور. شت شت انا زباله زباله زباله. قفشتك بتعمل ايه يا مصري؟ ايه مفيش انا بس كنت بقول حاجه للصور. مش دي حركات زباله. طب يلا 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 بس اوعى تدوس في الميه. اعمل ايه؟ ما هو الحمام ده بتاع المدرسه مقفول وما لقيتش حمام في الشارع. اعمل ايه يعني؟ جبت لي الشهاده بتاعتي من حضره العمده من حضره الناظر. اه تمام بكره نستلمها في 5 دقايق. اوكي ما قلتليش ايه رايك في ميرفت بقى بعد ما كبرت؟ قصدك بعد ما تحولت؟ دي بتقول شاكت يعني عارف بقت كده تقولوا انتوا ايه عليها دي اسمها بيئه. ميرفت بقت بيئه يا سعيد. ايه ده شاكت. يلا 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 فضلي بيه هنا على الكرسي. نعم اوكي ممكن لحظه. اه تيك يور تايم. اوكي او ماي جاد وات ذا هيل يا حيوان. شيت شيت. ها عملت ايه؟ مرضيش صورني. ازاي يعني؟ يعني قال لي ان هو مش في المود. مصري ابقى بالبطاقة. مين ده؟ ده العسكري اللي صورني. يا رب حالكم وقفت حالنا. انا جبت لكم ورق منين وجبت منين؟ الله يلعنكم.